والعدل، والعدل شمس في دنيا الليل، وضحكة وضحكة صافية لقلب عليل، ويا شوق يا شوق يا شوق اهدى زين يا شوق. انا شايف ان خطوة الشعر دي كانت لازم تتاخد بدل المحاماة. ده قصيدة كده كنت كاتبها في سنة أولى جامعة، كنت بقولها لفريدة. بتقولها لفريدة؟ أنا عارف إن أنا جيت في وقت مش مناسب. زين تعالى اقعد بليز. والقصيدة؟ اقعد يا أدري، عايزاك في موضوع مهم. سالم زيد مات من 3 أيام. وبعدين؟ وبعدين ساب لبناته مروة وهنار مجموعة من 10 شركات، من ضمنهم مجلة القاهرة والنجوم. يعني المطلوب إعلام وراثة ولا نروح نحضر العزاء؟ مروة وهنار ما بيتقوش بعض. طبيعي، هو مش من نفس الأم. تعرفهم؟ لا، بس الأم اللي تسمي هنار أكيد مش هي نفس الأم اللي تسمي مروة، ولا إيه؟ محتاجين نلاقي تقسيمة ترضي كل الأطراف، أوكي؟ طب ومستر نزار قباني ده بيعمل إيه معانا هنا؟ هنار طالبة بالاسم عشان يمثلها. بقى يطلب بالاسم؟ شهرتي بتخلي الناس تطلبني. لا بس لما اسمك يبقى جنب اسمي الموضوع بيختلف اكيد. وانا اسمي لما اتحط جنب اسم اي حد بيمحي؟ لا ما انت لسه. بس دول ملفات الاختين، مش محتاجه طبعا افكركم ان اي حد فيكم يكسب يبقى المكتب كسب. ممكن بليز لمره واحده في حياتكم تتعاملوا مع بعض على انكم نفس التيم؟ تفتكر انا ما حاولتش احل الموضوع ودي؟ بس هعمل ايه؟ انا عارفه انها بتكرهني، وانا مش عايزه غير حاجه واحده بس، انها ما تاخدش اللي هي عاوزاه. كفايه كل اللي خدته من بابا اصلا ما كانش حقها. انا عارفه هي بتكرهني ليه. مامه مروه هي السبب في حرقه قلب امي بعد ما خطفت بابا منها. من يوم ما دخلت اعلام وانا عارفه ان بابا عامل المجله دي عشاني انا. المجله دي بالذات مش هسيبها تتهمني بيها. عمرك جربت ان حد يكرهك لمجرد بس ان هو غيران منك مش اكتر؟ عمرك جربت تشقى وتتعب ويجي حد تاني غيرك هو اللي ياخد الكريدت كله؟ تلاقيش، ما تلاقيش اللي انت مش هتاخده.